حياكم الله أيضا مشاهدينا، أولى فقراتنا مع الشطرنج، حيث يعد الشطرنج إحدى أهم الرياضات الذهنية التي تعمل على تطوير العقل وتركيز الذهن عند الصغار والكبار. عن الشطرنج وأهميته نتابع هذا التقرير. عرفت برياضة الأمراء والنبلاء، تحتاج ذكاء ومهارة. شكلت بأحجارها السوداء والبيضاء تحدياً لأصحاب العقول المفكرة. الشطرنج من أقدم الرياضات الذهنية التي عرفها التاريخ، والتي تتطلب من محبيها الصبر والفطنة للفوز بالبطولات، ولها الكثير من الفوائد والأسرار التي تجعل من الصغار والكبار يتوقوا لمعرفتها. الشطرنج بيساعد على تشغيل الجزء الأيمن والأيسر من الدماغ، فبينشط الذاكرة بشكل كبير، وبيقل الإنسان يعني علميا إن الإنسان اللي بيمارس الشطرنج أقل عرضة بكثير جدا من الإنسان العادي بالنسبة لمرض الزهايمر. فدي من ضمن الفوائد. ده كمان حاجة مهمة جدا، ان بيعود اللاعب او اللي بيمارس الشطرنج على الثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي ده مهم جدا في ان هو يتخذ قرارات مصيرية في حياته، لان الانسان على مدار حياته بيتعرض لبعض الامور والمشاكل، فبيحتاج ان هو يبقى عنده استعداد تام ان هو ينظم فكره، يحل المشاكل بشكل منظم مرتب. وده اللي بيزوده الشطرنج، وبيعلمه الصبر، بيعلمه الاجتهاد. تساعد رياضة الشطرنج على رفع معدل الذكاء وتجنب أمراض ضعف الذاكرة، وتطور ملكة الإبداع، وتقوي الذاكرة، وتحسن مهارة القراءة ومستوى التركيز، وتساعد على نمو خلايا الدماغ بالنسبة للأطفال، وتساعد على تعلم مهارات التخطيط. بالنسبة للاعبات الأطفال، بما أني أنا أدرب الأطفال المبتدئين، طريقة معهم تكون شوي طريقة بسيطة أكثر. مثل اللاعبة يوم تينا أول أيام، تكون طريقة التدريب عندها أوراق A4، تلون القطع عشان تتعلم أسامي القطع، أشكال القطع، حتى كتدريب نفسه ندربهم على قطع ملونة عشان الياهل مثل ما الياهل يحب الألوان، يشوف مثلا قطع غريبة فهو يوم بيلون القطعة بيحفظ اسم القطعة، فهم حتى يوم يتفوقون في دراستهم يجون النادي حابينها أكثر، فكل ما يتعلمون شيء جديد يجون مستانسين أن نحن تعلمنا كيف نحرك الملك، كيف نحرك الوزير. حبيت لعبة الشطرنج لأنها ساعدتني في دراستي، وساعدتني خاصة مادة الرياضيات، لأنها تخليني أحسب وهالأشياء، لأنها تخليني لازم تحسبين في لعبة الشطرنج، وخلتني لعبة الشطرنج خلتني أكسب ثقة أمي فيني. أنا أحب الشطرنج وايد، تعلمته من أمي وإخواني وأختي، وأنا أحبها وايد عشان هي تقوي عقلي من التفكير. التحدي والحماس في السيطرة على الخصم مبادئ تعلمها رياضة الشطرنج، ما يجعل من اللعبة أكثر متعة وفائدة، وتجعل محبيها أكثر شغفاً لخوض غمار سباقاتها من أجل الحصول على أعلى المراكز في البطولات.